كغيرها من المدن المحرومة من خدمات الكهرباء، تستقبل مدينة مأربة صيفها الساخن، وهو ما حول أرصفة الشوارع وبعض دور العبادة إلى ما يشبه الملاجئ كملاذ للباحثين عن أماكن الراحة والاسترخاء. المحافظة التي ظلت تصدر التيار الكهربائي لأغلب محافظات البلاد تعيش اليوم حالة استثنائية بدت فيها الأكثر من حيث الكثافة السكانية، بالإضافة إلى كونها الأغنى بمواردها، إلا أنها تعاني من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. تضاعف ذلك الانقطاع منذ بداية شهر رمضان، وتكررت معه تساؤلات كيف للكهرباء أن تغيب كلما حل الصيف. بالله عليك اليوم هذا تضلع ولا حق 10 مرات بيطفوا بيولعوا حق 10 مرات، وعادم إذا ولعوا الكهرباء ضعيفة، وكانت مأرب بتولع على المحافظات كلها، والآن ما عادش كهرباء بالمحافظات، يخلوا المولدات حولها إلى مأرب، يعني ما عادش أي تغييرات. عاد كانت من أول الكهرباء أحسن من هذا الأيام. تتهم شركة الكهرباء بالتقصير وتعمد قطعها لساعات طويلة، يعيد إلى الأذهان الانقطاعات المتكررة إبان حكومة الوفاق التي كانت في مجملها نتيجة أعمال تخريبية ذات توجه سياسي يهدف إلى الحد من أداء الحكومة. وإلا فما الفرق بين رمضان عما سواه من الأشهر التي تبدو فيها الكهرباء في أفضل حالاتها؟ كل ساعتين انطفاء ساعة، كل ساعتين انطفاء ساعة، وكل ساعة انطفاء ساعة، تقريبا بهذا التكرار. ما نعرف وين المشكلة، هل المشكلة في المسؤولين، أم المشكلة في المهمات والمعدات الموجودة عندنا، أم الموظفين، ولا نعرف وين الخلل. معاناة واسعة نتيجة الانطفاءات المتكررة التي تضرب المدينة منذ مطلع رمضان، في وقت ما يزال يراها الناس نموذجا مسقرا للدولة وحضورها إذا ما توفرت الخدمات خصوصا الكهرباء. حالة استياء واسعة تسود المواطنين، وأسئلة تتكرر عن أسباب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي تزداد وتيرتها مع ارتفاع درجة الحرارة. يبقى السؤال الأهم، ما العلاقة بين حضور رمضان وغياب الكهرباء؟ خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.